ويسلم الجائزة السيد والي جهة مراكش أسفي عامل عملة مراكش. Le prix, mesdames et messieurs, est remis par monsieur le Wali de la région Marrakech, Safi. Okay, good is the race, Marrakech. Course is the race, very good, very flat. I'm very happy, good. Yeah. Thank you. Représentant le Maroc, Samir Jouahir, 2h09min42s. ويسلم الجائزة الكولونيل ماجور قائد الحمية العسكرية بولاية مراكش. Le prix est remis par monsieur le colonel major commandant de la place d'armes à Marrakech. الأداء زوار سمير من الجالية المغربية. الحمد لله كان سباق جميل جدا رائع، المدار كان جميل، كان شوية الحرارة كانت العائق الوحيد، كان الماء موجود، كان المنافسة قوية ما بين الكينيين والأثيوبيين والمغاربة. الماراثون تحسب في الأمتار الأخيرة، كانت سرعها نهائية والحمد لله أنا فرحان لأني احتلت المرتبة الثانية وأول ماراثون هذا نشارك فيه في مراكش. وكان توقيت نعم شبه جيد، ساعتين تسعود. وتحية للجميع والأصدقاء ديالي اللي ساعدوني في التدريب ديالي، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي محسن من مدينة والماس. أنا جيت فرحان سعيد بهذا ماراثون مراكش. الحمد لله حاولت نحسن المرتبة ديالي الرابعة مع أبرز العدائين كينيين وإثيوبيين، وكانت شوية منافسة قوية في هذه المشاركة دي. أول مشاركة ليا كانت، حاولت ناخذ المبادرة ديالي من 10 كيلومتر الأول، حاولت ناخذ المبادرة ديالي نراقب جميع العدائين واللي حاضرين معايا ما بين منهم كينيا وإثيوبيا. الحمد لله وصلت 30 كيلومتر، حاولت نطلع الكوكبة باش نجرب باش نحصل على توقيت اللي غيناسبني أنا ويناسب جميع المغاربة والمناجر ديالي. وكنشكر المدرب ديالي بزاف 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 على المجهودات اللي قاو معايا بالنهار والليل. وانا ان شاء الله نتمنى منتخب وطني اللي غادي تديني ان شاء الله نشارك معهم في الماراثون ان شاء الله، بطولة العالم اللي غادي تكون ان شاء الله في امريكا. الحمد لله اليوم كانت اول مشاركه لي في تحصيل الماراثون، الحمد لله غادي نخدم على الخطه مره تحضيريه للماراثون اللي هو ساعتين 26 اليوم انا نقدر في المجال ساعتين 24. انا فرحانه بهذا الانجاز ديالي الحمد لله اللي كان هدي ان شاء الله. الحرس الملكي الثقه ديالي من الماراثون بطوله العالم اللي غتكون في المقيم القيال فائزة بسومي ماراثون مراكش 2022 من مدينة قلميم، ممثلة نادي اتحاد الرياضي خنيفري. انا فرحانه الحمد لله حين تمكنت انني نفوز بهذا السباق. السباق داز في مطاف رائع، مطاف جد منبسط. المنافسه كانت قويه بيني وبين باقي العداءات اللي معروفين على الصعيد الوطني والدولي، وكانت خصوصا المنافسه قويه بيني وبين الفائزه كنظن بالدوره 2019 ماراثون مراكش. ما قدرتش نحسم السباق لصالحي حتى الامطار الاخيره. الحمد لله هذا هو اول سومي ماراثون بعد فتره طويله، وهذا اول سباق ديالي دولي من بعد الماراثون اللي شاركت فيه في الاولمبيات في 2000 في طوكيو. فتحة اسميد من مدينه الصاويره، ممثله نادي امل الصاويره. انا اليوم فرحانه بالمشاركه ديالي في نفس ماراثون مدينه مراكش. بصراحه كان تنظيم جيد وفي المستوى، واخا كان التدافع في الانطلاقه اللي اثرت عليا صراحه بالسقوط، ولكن ماشي مشكل الحمد لله، تداركت الموقف وتمكنت من انني جاري السباق. حتى الامطار الاخيره كانت منافسه قويه ما بيني وبين عداءات المنتخب الوطني، وتمكنت من انني نحصل على الرتبه الثانيه. وانا فرحانه بزاف بالمشاركه ديالي، وكنشكر اللجنه المنظمه لناس ماراثون مراكش. الصراحه كان مطاف رائع وسريع، وكان التنظيم رائع، وكنشكر الجمهور المراكشي على التشجيعات اللي شجعونا في المطاف كامل. صراحه كنشكرهم بزاف.
وانا فرحانة اليوم بمشاركة ديالي وحصل على الرتبة الثانية لان جات من مورا مشاركة ديالي في ماراثون ماراثون نونت ديال الفرنسية اللي حصلت على الرتبة الاولى في رمضان يعني ما كملتش 11 وانا اليوم فرحانة اليوم بمشاركة ديالي وحصول ديالي وكرون اللي لعبت والحمد لله. لا تنسى الاشتراك في القناة ووضع علامة لايك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أخبارك.